السلام عليكم. خلف حادث مرور خطير وفاة عنصرين من أفراد الدرك الوطني وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور خطير وقع على بعد 50 كيلومتر شمال بلدية أم العسل بولاية تندوف. وحسب مصادر محلية أذاعت الخبر فإن هذا الحادث وقع على بعد 50 كيلومتر شمال بلدية أم العسل أدى إلى وفاة عنصرين من الدرك الوطني واللذين كانا في مهمة لتأمين المكاتب المتنقلة للانتخابات للبدو الرحل مكتب حواويش. وعلى إثر ذلك تنقل العميد قائد القطاع العملياتي الجنوبي مرفوقا بوالي الولاية رفقة قائد القطاع العسكري بتندوف والسلطات الأمنية ورئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية بزيارة إلى جرح الحادث المروري المميت لعناصر الدرك الوطني، حين تم نقلهم على جناح سرعة إلى مستشفى المختلط الحواسة وتم التكفل بهم وتقديم العلاج لهم رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنته وألهم ذويهم الصبر والسلوان.